موجود بقلبه؟ كتائب جيش الأسد تنسحب من مدينة سراقب. الله أكبر. ما في مستحيل. ما في نقدت إلا. أشو شو تتمنوا؟ في 9/2/2012. ما في معه جعبي شغلي. ما شيء. ما شيء. تم دحر كتائب الأسد واحتلال بعض حاملات. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. كتاب الأسد تنسحب مدينة سراقب 9/2/2012. هاي قرب المدرسة لسه موقع. لا 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 لا